محاربة الجرائم والمخالفات المرفوعة في مجال الشرطة الخاصة عبر إقليم الجماعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان، تمكن أفراد الفصيلة الثالثة لأمن الطرقات للدرك الوطني بوادي الهيو أثناء قيامهم بخدمة شرطة المرور على مستوى السد الثابت بالطريق السيارة شرفار بوادي الهيو من توقيف سيارة سياحية، وبعد مراقبة الوثائق الإدارية الخاصة بها وتفتيشها تفتيشا أمنيا دقيقا، تم العثور على متنها على 12.12 كيلوغرام من مادة المرجان الخام، وهذا دون وجود أي سندات قانونية تثبت الحيازة. تم تسليم المحجوزات إلى مديرية الجمارك بولاية مستغانم مع تقديم المشتبه فيه إلى الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق. ويبقى الرقم الأخضر 1055 وموقع الشكوى المسبقة بيبيجيان وأنديان وأنديزاد لخدمة المواطن 24 ساعة على 24 ساعة.